المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط نظمت حفلة تخرج لفائدة طلبتها المتخرجين من مختلف الشعب في سلك الهندسة ودبلوم الجامع التقني وشهادة الماستر والإجازة المهنية. ويضم الفوج 123 مهندسا موزعين على 3 تخصصات تشمل الهندسة الكهربائية والهندسة البيوطبية والتصميم والإنتاج الصناعي، كما يضم 150 متخرجا من صفوف الدبلوم الجامعي التقني و50 من المتخرجين من سلكي الماستر والإجازة المهنية. المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني واللي تخرجوا منها حوالي 130 حوالي 130 من المهندسين، وكذلك مختلف التخصصات الأخرى بما فيها لي دي او تي وال ليسونس بروفيسيونيل والماستر، بحيث أن هذه المؤسسة بالفعل أعطتنا هذه السنة فقط في مختلف التخصصات حوالي 300 إلى 350 من الأطر المؤهلة والكفاءة في مختلف المجالات ديال المعرفة. هذه المدرسة ساهمت وتساهم في تكوين أطر كفاءة ولتدريس التقنيات وكذلك مهندسين. فبهذه المناسبة تفتخر جامعة محمد الخامس بانضمام هذه المؤسسة لفضائها الجامعي، لأنها تساهم في تكوين أطر كفأة وكذلك أطر التي ستساهم إن شاء الله في تطوير عدة قطاعات على المستوى الصناعي وعلى المستوى الاقتصادي. وأبان المتخرجون من جانبهم خلال هذا الحفل عن سعادة غامرة بالتفوق، معربين عن امتنانهم الكبير لأساتذتهم ومؤطريهم الذين عملوا بتفان كبير طيلة مدة التكوين. سعادة كبرى تغمرنا اليوم عند بلوغ خط النهاية. أود أن أقول أن عملا رائعا قام به أساتذتنا والأطر الساهرين على سير النظام بهذه المؤسسة، ولا يسعنا سوى أن نكون ممتنين لكل ما قاموا به من أجلنا. أنا طالب من غينيا، قدمت إلى المغرب وحلمي متابعة دراستي في مجال البيئة. لا أخفيكم علما أن التكوين بهذه المؤسسة كان جيدا جدا. عملنا باجتهاد كبير وتعاون مثمر مع أساتذتنا ومؤطرينا، وأجرينا خلال 3 سنوات من التكوين أشغالا تطبيقية وزيارات ميدانية مكنتنا من الإحاطة بشكل جيد بمجال البيئة. والمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني التي أنشئت في سنة 1980 تطلع بدور تكوين الأساتذة المبرزين أو أساتذة السلك الثاني من التعليم الجامعي، كما توفر تكوينا مستمرا لأعضاء هيئة التدريس بالوزارة في مجالات التعليم التقني.